الإسلام من هو سيدنا النبي؟ الإمام الأعظم، سيدنا النبي الرسول الأكرم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ومن ولد إسماعيل ابن إبراهيم. صلي على الحبيب، قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، والصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، الصلاة على الحبيب شفاء بلا طبيب، الصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب، من صلى على الحبيب أبدا لن يخيب، وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب، فما من حزين صلى عليه إلا أداه الفرج القريب، فأسمعون الصلاة على الحبيب، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.